المثل يقول: يقول الشافعي: ليس من المروءة الوقار في البستان. حسناً، ما معنى هذا الكلام وما علاقته بالميانة؟ وما هي سلبيات الميانة؟ شكراً لأبو نجد، والتعليق عندك دكتور. شوف يا أبو يحيى، احنا الموضوع ذا تكلمنا أنا وياك قبل سنتين فيه بس بشكل ثاني. الآن هذه المقولة للشافعي، وهي الحقيقة مقولة قديرة وجميلة: ليس من الوقار الورع في البستان. بمعنى أنك إذا طلعت مع أصحابك للبستان لن تتصرف كأنك في روتانة أو في مدرسة أو في وظيفة، لا، ستأخذ راحتك. والعرب كانوا يقولون في عصر الإسلام: إذا خلونا صبونا، إذا خلونا سرنا لحالنا بالخلا، صبونا يعني ما تصبينا، صبونا يعني سرنا، يعني نأخذ راحتنا إلى بعد. حد الصحابة رضوان الله عليهم كما ورد في الحديث الصحيح أنهم كانوا يتبادحون، يتحاذفون بالبطيخ، يشيلوا البطيخ بعد ما يخلصون كل واحد يحذف الثاني، وهو من باب الرياضة ومن باب المزاح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه ويقول: لا أقول إلا حقا. كل هذه النصوص تؤيد ما نذهب إليه من الميانة والبساطة، لكن الميانة والبساطة والعفوية أنا أقبلها بشروط أن تكون ضمن السلوكيات الذوقية. شوف سجاعتها عشان ما تنسى. يعني مثلا استاذتنا الله يهديها أحلام مستغان، لماذا تقول أحلام؟ تقول: نحن لا نكتب إهداء سوى للغرباء، أما الذين نحبهم فهم جزء من الكتاب وليسوا في حاجة إلى التوقيع والإهداء. هذا الكلام جميل. أنا ماذا أستفيد من صديق ذيك المرة كان عازم، عزم الناس كلهم إلا أنا، قلت له أنا، قال: لا أنت من أهل البيت، يعني يجب دون عزيمة. أنا أقصد يا أبو يحيى الميانة عشان ما نظلمها جميلة، وهذا المصطلح أحبه، لكن أحيانا الناس التي لا تعرف الحدود لا ينبغي أتعامل معها. أنا أقول له: شوك، أنا ما أقبل الميانة، أبغاك تعامل لي رسمي. مثلا خذ صور الميانة القبيحة، إخراج أصوات، يبدأ يصفر، يأكل بصوت عالي، يمون عليك. طبعا هو لو فيه شخص محترم ولا فيه وكيل وزارة ولا شيء ما يسويها كذا، إذا إنه ما لي تقدير عندك، أنت تسوي الأشياء البال. طبعا أصوات كثيرة ممكن تطلع من 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 يكح بوجهك، يسوي أي شيء. اثنين، يعلك بصوت عالي. ثلاثة، المزاح الزايد، يمزح معك مزح. مرة واحد قال لي: راسك يا أحمد كنه قدر عزوبية. قلت ليش؟ قال: أمزح معك يا أخي زعلت، أنت يعني تتريق على راسي. هذا عز وجل يقول: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بالقدر يقابلك بسروال فنيلة أو بملابس وسخة يقول: عادي، ما بيننا، أمون عليك وتمون علي. أخذ يأخذ منك فلوس ولا يسدد، وبعدين يقول لك: يا أخي الجيب واحد، أمون عليك وتمون علي. يعزم أصحابه ولا يعزمك. إذا موظف، شوف بعض الموظفين إذا أعطيته وجهه بدأ يمون، ما عاد يجي الوظيفة يستأذن: يا أخي حنا واحد ما بيننا، أنا قلت اليوم ماني مداوم. يقول المدير: أنا ماني مداوم اليوم. بنت صغيرة كذا صديقته: ليه ما تزوجتي للحين؟ كأنه الزواج بيده هي اللي رافضه. واحد ما يجي عيال، ليش ما يجيك عيال منها ولا من؟ ترى هذه الميانة. الميانة عندنا في بعض الأحيان تطرح على أنها قلة أدب وأسئلة في الخصوصيات، ويمزح معك مزح دفش ويقول لك: معليش يا أخي زعلت، أترك تزعل، أترك تزعل. وهذه ترى في السوشيال ميديا كثير تشوفها في التغريدات، واحد يسألك سؤال ما له داعي، يسأل كم راتبك بروتانا، يقول أمون. لا، ما تمون، هذه قلة أدب. ليس الميانة ونخوك، الميانة كما مرسها الصحابة يتباذخون: أسوي فيك مقلب حلو ما يضرك، تسوي فيني مقلب، ما أسوي لك مفاجأة، أعطيك هدية، أقول لأبو يحيى لا تقولون له مسوي لك حفل عيد ميلاد، أسوي لك سبرايز. هذه الميانة الحلوة، الميانة الإيجابية. أما شوف، أنا أقول الميانة بشرط واحد، أن يكون الشخص الذي يمون يعرف الحدود. الله عز وجل حتى الزوجين وهم ينامون عرى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تسقط الحواجز التي يتطلبها الذوق العام. ما تقول يمون والله تأخذ فلوسي ولا تسدد جيبنا واحد، لا مو واحد جيبنا. فأنت تقول أهلا بالميانة ولكن في إطار وحدود الذوق العام.